باي ريفت ده اسم الإضافة أو البلاجن اللي بنسطبه على الجهاز ويغير من شكل وصولة استخدام ريفت. يعني دي أفضل إضافة أنا ضفتها لريفت في حياتي. طبعا خلينا نشرح التحميل والتشغيل وبعدها نخش على أحسن 11 أداة من أدوات باي ريفت ساعدتني أحب ريفت أكتر. وقبل ما أبدأ، طبعا باي ريفت ده مجاني، يعني هو مفتوح المصدر وبيساعدك حتى انك تستخدم بايثون عشان تضيف اضافات لريفت من جوه الادون نفسه او البلاج. ما تنساش تدوس على السبسكرايب بوتون تحت، ولو عايز ملفات المشاريع والفاميليز ودعم فني مني انا، سجل على باتريون وتابعني عليه، هتلاقي اللينك في كل حتة. من وقت للتاني ممكن ننزل ادوات وشروحات خاصة لكل الاعضاء، فتواصل معايا هناك. خلينا بسرعة نعمل تحميل وتشغيل لباي ريفت. ادخل على google.com وبعدها ابحث عن باي ريفت، اضغط على تاني نتيجة موجودة اللي هي لينك جيت هاب. انزل تحت شوية هتلاقي ملف التسطيب، اضغط على اسم الملف ده واستنى التحميل. شغل الملف وبعدين زي ما انت عارف الخطوات، نيكست وبعد كده اوكي. وهنا تختار لو عايز تنزل ادوات اضافيه، لو انت مطور، او لو عايز تنزل شروحات خاصه بالباي ريفت. انا هنزل الادوات الاساسيه بس وبعدها هضغط نيكست. بعد ما يخلص توجه الى ريفت. فتحنا ريفت وشوفنا تاب باي ريفت الجديده دي. خلينا نشوف دلوقتي 11 اداه هيتحفوك، دول افضل 11 اداه بالنسبه لي. اول اداه هي تلوين التابس. بتعمل ايه الاداه دي؟ بتلون كل علامه صفحه بنوعها، يعني كل مشروع تاباته هيبقى ليها لون خاص، وكل فاميلي تاباتها ليها لون. ده هيسهل عليك استخدام البرنامج، يعني تبقى فاتح اكتر مشروع واكتر من فاميلي وشايفهم كلهم كويس من فوق. عشان تعمل كده افتح الباي ريفت تاب، نزل سهم كلمه باي ريفت نفسها، وبعد كده اضغط على سيتنجز. غير من هنا في ستايلات البروجكت وستايلات الفاميلي، وبعد كده اضغط على Just Save Settings. تاني أداة بحبها هي أداة عمل Patterns، إنك تستخدم خطوط 2D جوه ريفت عشان تعمل تهشير أو هاتش باترن يعني. والموضوع ده كله سهل جدا، بتروح للفيو تاب عند الكريت بانل، اضغط على Drafting View، سمي الفيو الجديد ده وبعد كده اضغط OK. روح للأنوتيت تاب، في الديتيل بانل اضغط على ديتيل لاين، ارسم مستطيل بسيط وجواه ارسم الباترن اللي عايز تكرره. اعمل سيلكت الخطوط كلها مع بعض، بعد كده روح لتاب باي ريفت، في الموديفاي بانل اضغط على ميك باترن، في النافذة اللي هتظهر اديله اسم، وبعد كده اضغط على كرييت باترن تاني، اضغط مرة على الزاوية وبعدها الزاوية المعاكسة ليها. مبروك، بقى معاك تهشيرة جديدة في مكتبة ريفت الخاصة بيك. تالت أداة هي مطابقة أي شيء. لو كنت قبل كده بتعرف تعمل ماتش للإليمنتس، يعني تطابق أطوال الحوائط بأيقونة الفرشة اللي احنا عارفينها، باي ريفت هيخليك كمان تطابق الخطوط وإعدادات الإظهار. لو عندك خط ليه لون معين أو إعدادات معينة تطابق الخطوط التانية دي. هنروح على الباي ريفت تاب، تدوس على الفرشة اللي هي ماتش، تحدد اي خط وبعد كده حدد الخط التاني او عنصر والعنصر التاني. رابع اداة هي البحث عن العنصر الاصلي. يعني انت بتشتغل على مشروع مشترك مثلا وعايز تمسح عنصر بس خايف تبوظ كل حاجة، تدمر مستقبلك وتضطر تعمل شيفت كارير عشان مجال التكنولوجيا ده معقد. لا، اختار العنصر، روح للاناليسيس بانل، نزل قائمة انسبكت، السهم بتاع انسبكت، اضغط على Find Referenced Elements. الأداة دي هتساعدك تعرف العنصر مربوط بإيه، سواء Family مربوطة بخط أو Symbol رمز مربوط بكتلة، عشان لما تغير حاجة مبوظ حاجة تانية. خامس أداة هي تحقق من صحة مشروعك. يعني مشروعك بيكح تراب ومعلق ومبهدل وراك تسليمة، الأداة دي هتساعدك تشوف كل المشاكل والإنذارات وتقترح عليك كمان حلول ليهم عشان تصرف امورك قبل ما تحرك الملف في المشروع من مكانه. في البروجكت بانل اللي جوه باي ريفت،
دوس على Brief Light Checks. جوه بقى هتلاقي اختيارات من اول التحقق من Quality Model لغاية التحقق من المودلز المربوطة اللي هما Linked Models، وكمان الجداول السكيدجولز اللي انت ما حطتهاش يفكرك ان انت ما حطتهمش عشان ما تنساهمش. سادس أداة هي من فعل هذا. في حاجة اتغيرت في المشروع وانت شاكك ان الجهاز بدأ يظهر عليه طلاسم وطلع أصوات غريبة، الأداة دي هتقولك مين شغال معاك على ملف المشروع وعمل ايه بالظبط، يعني مين الصنايعي اللي عمل حاجة قبل ما انت تيجي تشتم فيه. في البروجكت بانل برضو دوس على زرار تيم، وبعدها دوس على Who did that. تقدر تحدد مقصدك بقى من هنا انك تسأل مين اللي غير في العنصر او مين اللي غير في المشهد او حتى مين عمل ريفريش للكينوتس اللي انت عاملها. سابع أداة هي صانع اللوحات بالدستة، يعني تعمل لوحات بان انت يبقى معاك شيت تمبلت التصميم الجاهز للوحات، وتعمل قائمة فيها ارقام تكتبها وجنبها اسماء اللوحات. بالثلاث حاجات دول تعمل عدد لوحات لا نهائي، اي عدد انت عايزه، وبامر واحد بتدوس على الزرار بعدها. في الدروينج سيت بانل بتنزل قائمة شيتس، تضغط على باتش شيت ميكر. تامن أداة هي اظهر لي تعديلات على اللوحة. في تعديل معين هتعمله على لوحات كتير بس مكسل، وبتعمل تعديل واحد في اليوم وبعد كده ان شاء الله ربنا يسهل. الأداة دي بتقولها خدي التعديل ده ونفذيه على كل اللوحات، يعني انا عملت ريفيجن هديها الريفيجن ده واقول لها طبقي كل اللوحات ان فيها ريفيجن، مش تعديل حرفيا، ريفيجن ريفيجن في ريفيت يعني انت عملت تعديل، فبتقول للباقي الناس انك عملت تعديل. في الدروينج سيت بانل نزل قائمه ريفيجنز، اضغط على سيت ريفيجنز اون شيت، اختار الريفيجن اللي انت عملته، بعد كده تدوس على سيلكت ريفيجن. في النافذه دي اختار اللوحات اللي عايز تطبق عليها نفس الريفيجن، دوس تاني على كلمه سيت ريفيجن. بس كده. تاسع أداة هي انسخ التعديلات للمشاريع المفتوحة، يعني انت عملت تعديل بقى في مشروع تاني انت فاتحه، الأداة دي هتخليك تنقله، وبالتالي مجرد ما تنقل الريفيجن ده من مشروع لمشروع تقدر تطبقه على الشيتات اللي فيه بالأداة اللي قبل كده. عشان تعدل تنقل من ريفيجن من مشروع لمشروع، روح للدروينج سيت بانل، نزل قائمة ريفيجنز تاني، بعد كده اضغط على copy revisions to open documents، اختار المشاريع اللي عايز تنقل لها الريفيجن وبعد كده تدوس اوكي. عاشر أداة هي اطبع اللوحات بالترتيب. دلوقتي بتسهلك الأداة تعمل فهرس للوحاتك وبالطريقة والترقيم اللي على مزاجك تطبع اللوحات مترتبة، يعني تعمل مثلا قائمة معينة من اللوحات وقائمة تانية وتالتة ورابعة بترقيم معين انت عايزه عشان تطبعهم بالترتيب ده. في الدروينج سيت بانل اضغط على برينت شيتس، نزل قائمة شيت اندكس، اختار قائمة الشيتات اللي عايزها، بعدها دوس برينت من فوق على اليمين، هتلاقي زرار اللي هو مكنة الطباعة، ده يوفر لك وقت كويس جدا. الأداة 11 مفيش صباع 11، احذف الخطوط المكررة. طبعا انت لو جاي من اوتوكاد تبقى ميلينيال وتبقى فاكر اوفر كيل اللي كانت في اوتوكاد، يا سلام عليا في سنه ثالثه جايب شجر من اوتوكاد 20 موديل لاين فوق بعض والملف بينهار، جهاز بيطلع اصوات مش كويسه، كل ده ليه؟ الاداه دي هتمسح لك كل الخطوط المكرره فوق بعضها وهتخليك تخلص من الحجم الكبير الملف الغير مفهوم بسبب الخطوط دي. في الموديفاي بانل بتاع باي ريفيت اضغط على اوفر كيل، اختار نوع الخطوط اللي عايز تشيلها من فوق بعض سواء موديل لاين ديتيل لاين او غيره، دوس اوكي بعد ما ينبهك انه خلص مسح الخطوط دي. اتمنى تكونوا استفدتوا، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتسجلوا في باتريون، شغلوا التنبيهات عشان لما اعمل اي حاجه هنا او هنا في يوتيوب او في باتريون. سلام.